اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. اجواء عيد لسه ما زالت مستمره معنا وحاطين لنا مخلوطه يعني خطر يحطونا عنها واحنا بنقدم لانه مش لازم ناكل هيك اشياء واحنا بنحكي على كل حال لا بناكل قاعدين يعني ماخذين حقنا طبعا الى اخر محطتنا في هذا الصباح وختامها مسك مع ضيوفنا الاخوين ماهر وشروق الشافعي. ماهر عازف على العود وايضا شروق تعزف القانون وهم هما من اعضاء فرقه حواس اللي حصلت قبل فتره صحيح انا على المرتبه الثانيه في جائزه اعمار الشريع للموسيقى بالتاكيد وهي هذه الجائزه للموسيقى والغناء في الملتقى الثاني لفنون ذوي القدرات الخاصه. طبعا كمان ماهر بيعزف على الكمانجه. لازم نسميكم الاخوين شافعي، اكيد بنرحب فيهم معنا من داخل الاستوديو اللي راح يتحفونا اكيد في مقطوعات موسيقيه جميله. اهلا وسهلا فيكي شروق واهلا بك ماهر وكل عام وانتم بخير. اهلا فيكم. اهلا سنه وانتم سالمين. وانتم سالمين بخير. كيف كان العيد؟ كل شيء تمام؟ اكيد يعني هو جمال هذا العيد هو بيكون بانك يعني ترجع تدريجيا لحياتك العادية بعد شهر من الصيام. يعني يعني أجمل شغلة يمكن في العيد هي فكرة إنه أنت بترجع بتفطر. يعني هاي أهم نقطة. قبل بيوم من العيد بيكون الفطور حرام، فبيوم العيد بيكون الصيام نفسه حرام. يعني فهذه سبحان الله واحدة من الرحمات اللي موجوده في الاسلام. صح. يعني تمام. طيب. ماهر وشروق، اول سؤال هيك حقيقي وجميل، انتوا الاثنين بتعزفوا، هل في منافسه بينكم؟ كيف منافسه اخويه؟ منافسه اخويه، بتنسجموا مع بعض في العزف كل هاي الاشياء؟ شروق شو رايك؟ هلا هو ماهر محترف يعني وفرغ حياته للفن ودراسته، حاليا بدرس موسيقى في جامعه بير زيت. أنا شوي انقطعت على الفن لأنه كنت بدرس، بس في بيننا انسجام، إحنا بنعزف في البيت وأنا بسمع له وهو بيسمع لي، يعني هو بيساعدني، فإحنا في بيننا انسجام وكمان بيساعدني. ماهر يعني ما فيش إشي أزيده المظبوط، بس يعني هي الفكرة زي ما قالت هي إنه هي كانت تركيزها أكتر على الموضوع الأكاديمي. بديش اقول ان انا كنت برضه طشي يعني، بس كنت مهتم بالدراسه لانه برضه لابد، خصوصا هون في البلد يعني الموسيقى صعب تكون رقم واحد في حياه اي بني ادم هون في فلسطين بالذات يعني. صحيح. فكنت من وانا صغير يعني دائما عم بيضخوا في راسي اللي حوالي انه تفكرش انه تدرس موسيقى لحال وكذا وهيك، ف اهتميت بيعني دراسة أمر تاني، إلا إنه كل أحاسيسي وكل وجداني وكل شيء بتعلق فيه كان موجود في الموسيقى. في الموسيقى يعني أنا درست لغة عربية وترجمة إنجليزي. تصدق إنه يعني بدي أقول لك حادثة حصلت معي، يعني إحنا أساتذة يعني دائرة اللغة العربية دائرة شوي يغلب عليها التدين نوعا ما، فأول ما دخلت على العربي كنت ناوي أني أنا ما بديش أظهر أني بعزف وبغني وهيك، لأنه يعني بجوز أسمع لي كلمة كذا من أستاذ تعرفي يعني متدينين نوعا ما. فبلشنا ناخد هالمواد وكذا، فواحد من الأساتذة مرة بقول لي يعني كان أستاذ مادة علوم لغوية وإشي زي هيك يعني علم صوتية، ف يعني كنت مظهر يعني براعة وبلاش براعة كلمة كبيرة، يعني كنت مظهر تميز هيك في المحاضرة. فبعد ما طلعنا من المحاضرة بقول لي يعني انت ذكائك الموسيقي هو اللي ساعدك على استيعاب هاي الامور، اللي هي فكره كنا نحكي عن الصوتيات وفي اصوات في العربي فيها تضخيم وفي اصوات فيها ترقيق وهيك يعني. صحيح. ف يعني قال لي انه انت اللي ساعدك على هذا الموضوع هو انه انت عندك ذكاء موسيقي. فانا شوي هالجمله ضلت ترند في راسي، فقلت يا ولد
افصح له يعني. يعني بينفع لا غير اني افصح له يعني. اعطاك حافز نوعا ما. غير اني افصح له يعني بلشت افكر في الموضوع انه انا بنفعش ما ادرسش موسيقى يعني. صح. لازم لازم اكمل فيها في دراسات عليا يعني. ومرة صار موقف مع استاذ العروض والقافية. فكنا لسه مش ماخدين اي بيت او اي بحر. فقرأ بيت شعر. سرحت هيك شوية دقيقة زمان بقول له استاذ هذا على بحر الخفيف. قال لي اقسم بالله انك موسيقي. خلاص يا بدهاش يعني انتهى الموضوع. هذا اللي بنقوله انه لما الانسان بيكون عنده شغف وبيكون عنده حب لشيء معين ما بيقدر يخفيه وما بيقدر الا انه يبدع فيه. شوفي هو سوري على المقاطعة هو الاستعداد الفطري. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الإنسان بيحط عنده ميول معينة رغبة. يعني في ناس عندها قدرات رهيبة مثلا في الرياضيات من هم ولاد صغار. صح. في ناس يعني أنا عندي صديق رزنامة متحركة يعني بتقولي له مثلا التاريخ بقول لك اليوم فورا. تقولي له شهر 2 في سنة 2025 بقول لك رح يجي يوم كذا ويخلص يوم كذا ورح يجي فيه أعد يعني بقول لك قديش أيام الجمعة وقديش أيام السبت. هذا زي أديان عقل. أيوة أيوة. يعني شخصية زي هاي مثلا حرام ما تدرسش إشي له علاقة بالمنطق. أكيد هو لازم أكيد. كل حدا عنده شيء يشوف إيش رغباته وإيش صح. ميوله ويدرس ويبني عليه أساس علمية بالتأكيد. طيب شروق. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله مشتاقة. وأنا كمان. طبعا أكيد شروق يعني نورتنا في إحدى الحلقات السابقة الله يصبحكم بالخير. وكانت مع الأستاذ رائد الكوبري وانبسطنا فيهم جدا في هذا اللقاء. واليوم يعني من عيد هذا اللقاء في رمضان والعيد. بالضبط رمضان والعيد لازم تكون موجودة معنا شروق. هيك نستذكر سوا مع بعض يعني إيش بتعني لك الموسيقى وكيف ووين حابة توصلي وكل هاي الأمور؟ إن شاء الله حابة بعد ما أني أدرس ترجمة يعني أني أصير مترجمة محترفة أني كمان أدرس موسيقى وأضواء الشهرة. بالضبط أضواء الشهرة هو أكتر يعني من أضواء الشهرة. أنه أنا حسيت انه الواحد ما بيصير انه يظلم حاله ويترك موهبته. زي ما حكى ماهر قبل شوي انه كل شخص عنده ميول. طول الوقت وانا بدرس انجليزي كنت احس انه في ناس عندها ميول للانجليزي وللادب يعني اكثر مني. فكنت انا بلاقي حالي اكثر شيء بالموسيقى. اكثر شيء بحب اسويه اني اطلع على المسرح واعزف قدام الناس اللي انا بحسه بدون ما افكر وبدون ما اقرر انه هاي الجمله بتنعمل هيك وبتنقال هيك. فبالموسيقى بالنسبة لي يعني هي الإشي اللي بقدر أعبر عن حالي فيه وإنه غلط إني أتركه إنه كتير مهم وجوده بحياتي. يعني الموسيقى يعني أنا والقانون يعني أنا. أنا اشتريت يعني القانون وأنا عمري 10 سنين لهلأ ما بتخيل إني ممكن أتركه. طيب شو رأيكم نسمع إشي عشان كمان نكسب الوقت؟ شو تسمعونا؟ يعني بلش بأغنية فيها ريحة التراث والأرض والتحية طبعاً للفلاح الفلسطيني. بدنا نقول زرعنا تلالك يا بلادي لوديع الصافي من ألحان زكي نصيف. زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب.
من التل الكعب الوادي غني لك طير الشادي، من التل الكعب الوادي غني لك طير الشادي، يزرع حبك يا بلادي ويلم محبوب. واسع ميدانك واسع اوسع الكون، تسلم ايدين الزارع يسلم هاللون. واسع ميدانك واسع اوسع الكون، تسلم ايدين الزارع يسلم هاللون. كرمال الزوار وسعنا هالدار، كرمال الزوار وسعنا هالدار، وبنينا طالع طالع ونشرنا طيوب. زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب، ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. من التل الكعب الوادي غني لك طير الشادي، من التل الكعب الوادي غني لك طير الشادي، يزرع حبك يا بلادي ويلم محبوب. الله 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 رائعين جدا، عن جد ما كان نفسنا تخلص هذه المقطوعه. وكمان لفتني شغله في ماهر، يعني ماهر بيعزف كمان عنده يعني ثقافة عالية جدا، ومتكلم رائع ومثقف جدا، وهنا يعني في كلمة مثقف يعني مثقف عن جد، عندك يعني انت بتعزف وشاطر كمان في ايش بتسوي، ايش خلفيتك وقاعدتك يعني الموسيقية. هذا جزء طبعا، قديش مهم الواحد يكون عنده هذا الشيء، هذا جزء مهم في شخصية كل موسيقي، يعني انك تكون عارف، يعني عارف بالضبط شو، عارف كتير في الموسيقى، مش يعني الموسيقى آخر شغلة فيها يمكن هي فكرة إنك تكون تعزف آلة أو تغني يعني، بس برضو لازم تكون بالضبط، لازم تكون فاهم، يعني الموسيقى هي ثقافة برضو، الموسيقى هي إنك تكون يعني فاهم شعر، فاهم أدب، فاهم سياسة، فاهم محيط، يعني محيط بكل ما يدور حولك. هذا الفنان الملتزم كمان، الفنان اللي عنده هم وعنده رسالة، مش بس يعني هو فكرة مش بس الإمتاع بتكسب من الشغل أيوه. فكرة يعني الإمتاع وأنه كونها مهنة هذا شيء مهم، لكن كمان أنه هذا بدل على قد أنت عندك شغف وحب لهذا الشيء. بدي أسأل أنه كيف بلشت تغني؟ يعني أنت عزفت الأول بعدين صرت تغني، مين اللي شجعك على الغنى؟ لا شوفي، هي تقريباً بدوا الشغلتين مع سوا. أول شغلة كانت بالنسبة إلي هي أنا الغناء، يعني الوالد كان هو معلمي الأول، بوجه له أكبر تحية طبعاً. اكتشف في حبي للموسيقى كونه هو طبعاً بيعزف، ف أول شغلة يعني اكتشفها فيه طبعا هي من الشغلات الفطرية برضو. أنا بالنسبة لي بآمن جدا وبشدة إنه الصوت اللي بيقدر يجيب النوتة الموسيقية يعني هذه شغلة صعب إنه تتعلمها، يعني هي شغلة بيودعها فيك الخالق فطرية برضو. نعم، فربنا اكتشف، سوري عفوا، أبوي اكتشف انه انا موجود عندي. ايوه بالضبط، ضيعنا الدنيا يعني الصراحه، ضيعنا النوتة يا زلمه، استغفر الله العظيم. يا رب ان عظم الذنوب كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم. اكيد. طيب، الوالد اكتشف انه ربنا حط في يعني الصوت اللي قادر على انه يجيب النوتة الموسيقية. اول شغله بلشت اتعلمها في البيت هي الغناء مع الوالد، يعني بلشت أحفظ أغاني وأغنيهم. كانت أول أغنية بغنيها على مسرح في حياتي سيرة الحب، كان عمري 6 سنين لأم كلثوم. نعم، وبعد هيك لما صار عمري 6 سنين بلشت أتعلم على الأورج في البيت مع الوالد، ولما صار عمري 8 سنين التحقت في معهد إدوارد سعيد كدارس لآلة الكمان، وبعد هيك أضفت العود لاحقا. جميل. طيب شروق، انتم طبعا اكيد حصلتوا على المرتبه الثانيه لجائزه عمار الشريعي للموسيقى والغناء، ويعني حكينا عن هذا الموضوع، واكيد يعني تحكي لنا اكثر هيك بشكل، يعني اذا في شيء حابه تحكيه كمان بخصوص هذه الجائزه، وقديش بتعني لك هذه الجائزه في الاستمرار في العزف على القانون.
بالتأكيد هي كان لها أثر كبير ودفع كبير لإلي، خصوصا انه احنا يعني تدربنا بالاخر انه احنا امكانيات، واجتمعنا بالاخر وقررنا انه نشارك بالمسابقة، وفعلا قدرنا انه نثبت حالنا. كتير دفع لإلي، وكمان انه شفنا ناس من مختلف بقاع العالم، من افريقيا ومن العالم العربي ومن آسيا، يعني من كتير بلدان. هذا ساعدنا في إنه نفرجي قديش عنا فن بفلسطين، وقديش أغانينا الوطنية وإنتاجنا الفني بفلسطين مميز. جميل. بس يعني أنا كمان بلفت نظري اللي هي الفرقة، فرقة حواس كمان، لأنه قديش بتواجه تحديات هي كل أفرادها، يعني هم من ذوي القدرات الخاصة مكفوفين وبالتالي في هذا الإحساس اللي يعني عم بوصل وبتخطى كل شيء، بتخطى كل شيء وبيوصل للجمهور. يعني قديش هذا، هاي رسالة كمان بالنسبة لك شروق، وقديش هذا الإحساس اللي بيكون عندك مثل ما قلت، يعني أنا أكثر شيء بحبه إني أكون على هذا المسرح وإني أقدم الشيء وأحس بهذا الجمهور السعيد بالشيء اللي أنا بقدمه. يعني لو ما كنا قادرين نشوف الجمهور، احنا قادرين انه نخليه ينسجم معنا، قادرين انه نسمعه اشياء تخلينا احنا وياه على نفس المسار تقريبا، تخلقوا جو مشترك. بالضبط، يعني بنكون عارفين مثلا لما نقسم انه في بعدها الناس مبسوطة او مش مبسوطة، لما نعزف الناس متفاعلة او مش متفاعلة، بدون ما نقدر نشوف الناس احنا وياهم حاسين ببعض. هاي هي يعني ميزة الموسيقى، ميزة الإنسان لما يكون بيعزف على المسرح. صحيح، وهنا بنحكي قديش ممكن يكون صعب على الفنان إنه يقدم شيء للجمهور، وكيف يقدر يرضي هذا الجمهور بإحساسه وبالشيء اللي بيقدمه. ماهر، إيش حابب، لوين حابب توصل في مجالك الموسيقي؟ قبل ما أقول لوين حابب أوصل، خلينا هون. بحب طبعا أوجه تحية وشكر لصديق إلنا كان موجود معنا في حواس، بس إحنا ظلمناه كتير، يعني إن شاء الله يكون قلبه كبير ويتحمل إنه ما جبناش سيرته نهائي في أغلب اللقاءات. أنا انتبهت امبارح على هاي القضية، اللي هو عازف الإيقاع خضر جرايسة، هو مش من فئة المكفوفين ولكن كان موجود معنا في مصر، و يعني قام بدوره على أكمل وجه، وكان شاب متعاون جدا ومساعد جدا وصديق سفر رائع. فبوجه له أحلى تحية وبقول له معلش سمحنا لأنه ما ذكرناك طبعا، بس هذا ما بيقلل من أهميتك ومن دورك بيننا يعني في الفرقة. طبعا يعني كنت مهم ومهم جدا يعني، وكان ممكن ما نطلعش لو ما قدرنا نلاقي ضابط إيقاع بكفاءتك يعني. ف طبعا يعني بوجه له أحلى تحية طبعا. أكيد، وإحنا كمان. وين حابب أوصل؟ يعني أنا بدي أهتم، بدي أواصل اهتمامي بالموسيقى كإشي علمي. يعني أنا حاليا عم بعمل بكالوريوس تاني في الموسيقى العربية من جامعة بيرزيت، برضو بوجه تحية لكل القائمين عليه. إن شاء الله بس أخلص هذا الـBA، بفكر أعمل ماستر ودكتوراه يعني، وأواصل مثلا إني أضل أخذ ماستر كلاسز في العود والكمانجة مع أساتذة عالميين مهمين، وأرجع كأستاذ للموسيقى، يعني إني أحاول أعطي جزء من المعرفة اللي أنا اطلقيتها خلال حياتي للأجيال القادمة، على أمل إنه إحنا كمان نحاول نغير الواقع الموسيقي الفلسطيني. جميل يعني. جميل كتير يعني هذا الطموح. للأسف انتهى وقتنا. قبل ما نختم بس كمان وجه تحية لولدتكم اللي كمان موجودة. عم نشوفها أكيد طبعا، ورافقتكم. تحب تحكوا لها شيء شروق قبل ما نسمع منكم شيء بالختام؟ يعني أنا استضفتوني، لما استضفتوني قبل يعني أكيد في كل وقت ما بنسى أشكر أمي، لأنه هي الأساس في كل إشي، ولولاها هي ما بقدر أني أعمل إشي. يعني هي اللي أجت معها مصر علشان إنه أشارك، تركت كل إشي وأجت معي، وهي بتساعدني يعني وين ما أكون هي بتكون موجودة. أكيد كل التحية كبير لها، وما بقدر يعني أعبر عن يعني هي
هي الأساس في حياتي، لولاها أنا ما بكون إشي. الله يخلي لك إياها ويخلي لك إياها أكيد يا ماهر. والمرة الجاي شروع بدك تغني لنا، لأنه سمعنا إنك أنت كمان بتغني. يعني مش كتير، مش كتير يعني. خلص جلسة بيننا، مع كورونا خلص أحسن، خلي يكون بيننا. خلص شكرا كتير لكم ماهر وشروق. قبل ما تسمعونا شيء نختم معاه في الصباح، بنشكر جميع ضيوفنا اللي رافقونا، بنشكركم على حسن المتابعة. الدنيا ريشة بهوى سعد عبد الوهاب. الله جميل. شاب هوا طايرة من غير جناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. الدنيا ريشة بهوا طايرة من غير جناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. يا ما ناس بتتقابل من غير ما عديك مع بينهم، وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم. يا ما ناس بتتقابل من غير ما عديك مع بينهم، وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم. بيضمهم بإيديه ويفرقهم حواليه، سبب لقاهم ايه وكان فراقهم ليه؟ الدنيا ريشة بهوا طايرة من غير جناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا.